نفسنا يكون عندنا النموذج في البيع والشراء زي اللي قال لنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير اللي رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي فيه قصة الراجل اللي اشترى بيت، ولما جه يهدم البيت لقى تحته كنز من الذهب، لقى صندوق مليان ذهب، فخد صندوق الذهب وراح للراجل اللي اشترى منه البيت وقال له اتفضل وانا بهدم البيت اللي اشتريته منك، لقيت فيه صندوق الذهب ده، اتفضل ذهبك، لان اشتريت البيت بس ولم اشتري الذهب. فرد البائع وقال له وانا بعت لك البيت بكل ما فيه، واختلفوا، ده يقول له انا ما دفعتش ثمن الذهب عشان اخده، والتاني يقول له وانا بعت لك البيت بما فيه. ولما اختلفوا قالوا يلا بينا نروح للقاضي يحكم بيننا. بالله عليكم، لو المسلمين بالصورة دي هيكون في قضايا في المحاكم؟ تعالوا شوفوا قضايا الأموال والأعراض والسلب والنهب. المهم راحوا للقاضي، القاضي بقى يسمع من ده ويسمع من ده وهو مستغرب. فلما احتار بينهم، ده مش راضي ياخد الذهب وده مش راضي ياخد الذهب، قال لهم هل لكما من ولد؟ عندكم ولاد؟ قال أحدهم نعم عندي غلام، وقال الثاني عندي جارية، يعني عندي بنت. فقال القاضي زوج ابنك لابنتي وأنفقا عليهما من الذهب في الزواج وتصدقا بالباقي في سبيل الله. لو الموقف ده عندنا دلوقتي كنا لقينا عيلة البائع وعيلة المشتري بيقتلوا في بعض عشان الذهب. راحت فين النماذج الجميلة دي؟ يا كل تاجر مسلم من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بنفكر كل إنسان شغال بالتجارة راجل أو ست، اوعى تدخل قرش حرام على أولادك. والله الحرام ما هينفع، الحرام لو دخل على الحلال هياخده ويمشي معاه. ما خالط الحرام حلالا إلا أفسده.